السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي بهريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم. إذا أخوت، صدمة كبيرة اليوم الجزائر والبوليزار، كاين خبر مهم جدا. وزير خارجية أوكرانيا السيد ديمترو كوليبا كان اليوم في زيارة المغرب، وكان في مدينة الرباط، واستقبلوا السيد ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب، وداروا واحد ندوة صحفية في الرباط. تكلموا عدة مواضيع، تكلموا على الأمن الغذائي، وتعرفوا على أن أوكرانيا معروفة من الدول الأوائل في تصدير القمح. تكلموا كذلك على قضية فلسطين مع إسرائيل، وتكلموا على قضية الصحراء المغربية. احنا اليوم ما نقدوش نكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، وهذه المقولة سبق وقالها السيد ناصر بوريطة. اللي كيهمني اليوم في هذا اللقاء بين ناصر بوريطة وديمترو كوليبا وزير خارجية روسيا، هو أنه هذا الوزير خارجية من الرباط كيدعم مغربية الصحراء، وقالها بواضح العبارات. غنسمعوا إن شاء الله في هذا المقطع، لأنه أوكرانيا تدعم خطة المغرب في قضية الصحراء، بمعنى على أن أوكرانيا تدعم مغربية الصحراء تحت السيادة المغربية بالحكم الذاتي بطبع الحال. سمعوا هذا المقطع ونرجعوا نكملوا إن شاء الله. ونحن أيضا ندعم خطط المغرب في هذا الصدد كأساس ناجح لحل نزاع الصحراء. شكرا جزيلا على استضافتي في الرباط، مدينة جميلة. إذن الإخوان، اليوم بالتصريح وزير خارجية أوكرانيا ودعم بلاده لمغربية الصحراء تحت السيادة المغربية بالحكم الذاتي، نقدر نقول اليوم على أن الدبلوماسية المغربية في عهد ناصر بوريطة ناجحة بكل المقاييس. كلنا المغاربة كنعرفوا على أن المغرب وقف محايد في الأزمة الأوكرانية الروسية، في هذه الحرب بين الروس والأوكران. لم يناصر الأوكران ولم يناصر الروس، وقدر يكسب الدولتين. اليوم ما تقدرش روسيا تعترف بالبوليزاريو كدولة، وطبيعة الحال نقدر نقول لكم نعترف لكم على أن روسيا ما تقدرش تقول أنا مع مغربي الصحراء. ولكن أهم شيء هو الطرف الآخر اللي هو أوكرانيا، اليوم كيعترف بمغربية الصحراء وكيدعم خطة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. وبالتالي إن شاء الله نقدروا في قادم الأيام أو السنوات القليلة المقبلة أو الشهور تقد أوكرانيا تفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة أو العيون. مبروك للشعب المغربي من هذا الاعتراف الأوكراني، ومبروك للصحراويين المغاربة والعزاء في شراطهم. حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم.